أخضر دائما على الجدال والكلام وأصحاب الرؤوس الجامدة هم الجهلة ليس العلماء العالم متواضع جدا جدا الأكثر وثوقية وحسما في كل شيء الجهلة ليس العلماء العلماء عندهم نسبية كبيرة جدا جدا يترددون في إطلاق الأحكام الجاهل واثق جدا كما قال برثاند رسل قال مشكلة العالم أن أن الذين يدرون يعلمون جيدا ليس لديهم الثقة الكافية بأنفسهم من كثر ما مش واثق كثير وأن الجهل الذين لا يعرفون شيئاً واثقون تماماً لذلك بقود العالم بدمروا الدنيا هذولاً